أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجولة صحفية جديدة مع أبرز الموضوعات التي جاءت في الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ هذه الجولة بصحيفة الأهرام، والتي سلطت الضوء على تصريحات المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال حضوره إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات المشاة الميكانيكية بالجيش الثاني الميداني، والتي دعا فيها الشعب للتكاتف والوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهابيين وإعادة بناء الوطن. نقلت الصحيفة عن وزير الدفاع تأكيده أن القوات المسلحة قدمت الكثير من التضحيات خلال الفترة الماضية للحفاظ على تماسك الوطن واستقراره. شدد السيسي على أن أمن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قوات مسلحة قوية ومستعدة للتضحية وبذل الجهد بكل الأمانة والإخلاص والشرف. من صحيفة الشروق نطالع أنيابة تعاين محيط استاد القاهرة وتطلب تحرية الأمن الوطني عقب اشتباكات أولتراس أهلاوي وقوات الأمن. كتبت الصحيفة أن فريق من نيابة ثاني مدينة نصر انتقل لمعاينة استاد القاهرة عقب أحداث الاشتباكات التي شهدها مساء أمس بين أولتراس أهلاوي وقوات الأمن بعد انتهاء مباراة النادي الأهلي والصفاقسي التونسي، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي. وتبين من المعاينة الأولية وجود كميات كبيرة من الزجاج والحجارة وأثار شماريخ والعاب نارية وبقايا زجاجات مولوتوف وفوارق قنابل غاز مسيل للدموع. في جريدة الأخبار وتحت عنوان الكاميرات تكشف شخصية إرهابي حادث طابا، نقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد شخصية الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه في أتوبيس سياحي بالقرب من معبر طابا البري منذ 4 أيام. أشار المصدر إلى أنه تم التوصل إلى هوية منفذ الحادث بعد أن تم تفريغ محتويات الكاميرات الخاصة بالفنادق المجاورة وكاميرا منفذ طابا البري، بالإضافة إلى تجميع بعض المشاهد التي قام بها الأشخاص بمحيط الحادث بتصويرها قبل وصول سيارات الإطفاء وقوات الأمن. أضاف المصدر أنه تم التوصل إلى مكان إقامة الانتحاري، وتقوم حاليا أجهزة الأمن باستجواب ذويه وأقاربه للوصول إلى باقي أفراد الخلية الإرهابية التي تريد تدمير السياحة بالبلاد. أما صحيفة المصري اليوم فقد عنونت صدر صفحتها الأولى أوروبا تستعد لاتفاق تكامل اقتصادي مع مصر، وذكرت أنه في تطور مهم على صعيد العلاقات الأوروبية المصرية بعد ثورة 30 من يونيو. أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إبرام اتفاقات مع مصر والأردن وتونس والمغرب بهدف ضمان التكامل الاقتصادي التدريجي إلى السوق الأوروبية. تابعت الصحيفة أن المفوضية اعتبرت أن استمرار الاضطرابات والصراعات في منطقة حوض المتوسط يجعل من التعاون والحوار بين ضفتي المتوسط الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل ضمان مستقبل أفضل. في الشأن الرياضي وعلى صفحات جريدة الجمهورية وتحت عنوان الجبلية توافق على لقاء شيلي وروسيا في الانتظار، أكدت الصحيفة أن مجلس إدارة اتحاد الكرة وافق رسميا على خوض منتخبنا الوطني الأول مباراته الودية الدولية المرتقبة أمام تشيلي في 30 من مايو المقبل في سانتياغو، وأخطر المجلس الشركة المنظمة للقاء بالموافقة الرسمية حتى تمكن من إنهاء كافة الإجراءات والمخاطبات مع الطرف الآخر. ذكرت الجريدة أن مجلس الجبلية وضع مباراة الفراعنة أمام المنتخب الروسي على قائمة الانتظار في المرحلة المقبلة بعد ترحيب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب مبدئيا بالمباراة واعتبارها مناسبة للغاية في ظل حرص الطرف الثاني عليها في إطار استعداداته لكأس العالم بالبرازيل. ننتقل إلى الصحف العربية، البداية من صحيفة القدس العربي والتي ألقت الضوء على القضية الفلسطينية. وكتبت تحت عنوان عباس يبلغ كيري رفض أي اتفاق ما لم يتضمن الثوابت الفلسطينية. قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال لقائهما في باريس عدم موافقة فلسطين على أي اتفاق ما لم يتضمن المواقف الفلسطينية والعربية الثابتة، وأنه لا دولة دون القدس الشرقية عاصمة لها، ولن يكون هناك اعتراف بدولة يهودية، وأن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على حدود 67، ويجب إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى. سياسة التجويع والحصار تفرض مصالحات بين النظام والمعارضة في مناطق بريف دمشق. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الشرق الأوسط: يسعى النظام السوري إلى عقد سلسلة من المصالحات مع مقاتلي المعارضة في عدد من المناطق السورية، لا سيما بريف دمشق، محاولا إظهار خصومه كمهزومين بعد قبولهم رفع العلم السوري مقابل بعض المساعدات الغذائية. لكن المعارضة في المقابل تعد هذه المصالحات انتصارا لها ودليلا على ضعف النظام الذي أجبر على عقد مصالحات بعدما فشل في اقتحام هذه المناطق. من صحيفة الوطن السعودية نرصد توقعات بأزمة سياسية في اليمن بعد انتهاء ولاية هادي. أكدت مصادر رسمية يمنية عدم وجود أي فراغ دستوري في اليمن مع انتهاء ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الجمعة بموجب المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة في اليمن. وقالت المصادر أن شرعية الرئيس مستمدة من الحوار الوطني والتي توافقت على مخرجاته القوى السياسية كافة، موضحة أن الدعوات للخروج إلى الشارع من قبل بعض القوى السياسية يعد التفافا على مخرجات مؤتمر الوطني الحواري. وبعنوان مقاطعة للانتخابات التأسيسية الليبية نقرأ من صحيفة الخليج: أدلى جانب من الناخبين الليبيين بأصواتهم أمس لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وسط مقاطعة واسعة من المواطنين وفي ظل أجواء أمنية مضطربة في بعض المناطق. وخلافا لأول انتخابات حرة في البلاد جرت في يوليو 2012 لم يبدي الليبيين حماسة بعد أن خابت أملهم من إنجازات المؤتمر الوطني العام على هيئة سياسية وتشريعية والتي فشلت في إعادة الأمن إلى بلاد تعمها الفوضى. نطالع من صحيفة البيان الإماراتية: روسيا تعد العراق بأسلحة عاجلة لمكافحة الإرهاب. وعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العراق بتزويده بأسلحة وطائرات ومعدات عاجلة لمكافحة الإرهاب. أعلن لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بغداد أن إمدادات الأسلحة الخاصة بمكافحة الإرهاب لن تتأخر. ننتقل إلى الصحف العالمية ونبدأ بالموضوع الأبرز على الساحة الذي شهد تطورا خطيرا في الأيام القليلة الماضية، حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن حالة العنف المتصاعدة في أوكرانيا تثير صدام خطير بين دول الشرق والغرب، حيث شجبت روسيا ما أسمته انقلابا من قبل متطرفي التيار اليميني، كما هددت الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات على المسؤولين عن أعمال العنف التي اندلعت في العاصمة كييف وامتدت إلى مدن أخرى. عملية السلام في باكستان في مأزق. تحت هذا العنوان كتبت الاندبندنت البريطانية: بعد أن نفذ الطيران الباكستاني غارات جوية على معاقل طالبان عند الحدود الأفغانية أسفرت عن سقوط 15 قتيلا واعتبر مفاوضون أن العمليات العسكرية في المناطق القبلية ستزيد في مفاقمة النزاع بين حركة طالبان والسلطات الباكستانية. صحيفة فاينانشال تايمز رصدت تقدم جديد في الملف النووي الإيراني على طريق طويل، حيث اجتازت إيران والدول الست الكبرى أمس مرحلة جديدة في اتجاه تسوية نهائية لخلافها حول ملف طهران النووي بالاتفاق على إطار للمفاوضات المقبلة، رغم أنها ستكون شاقة وطويلة. صحيفة الغارديان البريطانية كتبت: يستمر الوضع متوترا في جنوب السودان في مدينة مالاكال كبرى مدن ولاية أعالي النيل النفطية، حيث يستعد الجيش لشن هجوم مضاد لطرد المتمردين التابعين لرياك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان. وتتابع الصحيفة أن شوارع مدينة مالاكال والتي يتقاسم السيطرة عليها جنود القوات الحكومية وقوات التمرد لا تزال مقسومة، لكن القوات الحكومية تستعد لصد المتمردين. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ألقت الضوء على إجراءات جديدة تعتزم إدارة أوباما فرضها لمراقبة وسائل الإعلام الأمريكية. تقول الصحيفة إن لجنة الإعلام الفيدرالية الأمريكية تحت إدارة الرئيس الأمريكي ستفرض إجراءات جديدة لمراقبة تغطية الإعلام الأمريكي لبعض الأخبار من خلال إرسال مراقبين لاستجواب الصحفيين والمحررين وأصحاب محطات الإذاعة والتلفزيون الأمريكية. مشاهدينا الكرام، هذه وقفة مع رسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحف اليوم. جولة الصحفية، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.